رأت القيادة متمثلة بمعالي الوزير وسعادة وكيل الوزارة بالمشاركة في هذه المبادرة تعزيزا لقيمة العطاء بين الموظفين من خلال تحدي الشخص لنفسه ولزملائه في تقديم العطاء للمدن أو المجتمعات المحتاجة، بالإضافة من وجهة نظرها تعزيز لقيمة الحكومة الرقمية في التفاعل مع البرنامج التفاعلي الافتراضي في سقي الماء. حبينا أن نشارك وإن شاء الله من خلال مشاركة تعزز المسؤولية المجتمعية في موظفي الوزارة وبقيادتها، وبحيث أن تمثل القيادة بمشاركة سعادة الوكيل والوكالة المساعدين نموذج بناء وقدوة حسنة للموظفين في العطاء والمسؤولية المجتمعية.